اخوك جرى له ايه يا وجيه؟ جايني فين يا ولدي؟ مسكوه فين؟ مشايخ ايه يا وجيه؟ يا مهجد! مش خير يا ولد، في مصيبة. يا ساتر يا رب. حصل ايه يا بابا؟ سامي قبضوا عليه مسكوه. ليه؟ معرفش، البس عشان نشوف فيه. قبضوا عليه ليه يا بابا؟ معرفش، هالتبي يقولوا كان قاعد في الجامع مع مشايخ. يا معارف إسلامية؟ معرفش يا بنت. جاهز يا بابا. قال شوف لاخوك ودوه فين. الحقني يا حي. اخوك ودوه فين يا وجيه؟ خدوه في عربيه شرطه بابا. ايوه ودوه فين يا ولدي؟ يا بابا انا حاضر، احنا نعرف لك دلوقتي. يلا بينا. هاجي معاكم. تيجي معانا فين؟ خليك انت. كلمت المنشاوي؟ كلمت اخوك؟ اكلمه اقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو انت لسه ما كلمتوش. اكلمه ليه؟ هو في وقت اهم من ده تكلم اخوك يقف جنبك؟ انت مش رايح تشوف ولدك فين؟ اخوك يساعدك. يساعدني كيف؟ اذا كان هو اللي عصى ولده وخلاه يتوه التوه دي. يا بابا انا متاكد ان سامي بريء وملوش اي نشاط من النوع ده. هتعرف اخوك فين ولا لا؟ تعرف اخوك فين؟ اكيد هنعرف هو فين، بس الاجراءات صعبه شويه. يا بابا دي قضيه امن دوله، لازم تعرف كده. امن دوله؟ يا حزني يا حزني. حيي ابو زيادك كلم المنشاوي على جنبك ده، ولدنا ما عارفينش فين. بابا اتفضلوا انتوا مع السلامه وانا هتصرف. هتعمل ايه؟ هكلم عمي، لازم حد يبلغه نشوف هيساعدنا ولا لا. كلم شادية مظبوط، عمي ممكن يغلطنا ويقول يعني ما اتصلناش بيه. خلاص اعمل اللي تعمليه، هو اللي ضيع ولدي ممكن يرجعه. يا ولدي يا ولدي هنكلم المنشاوي. ايه ده؟ مين اللي هيطلبنا دلوقتي؟ مش ممكن تبقى العيشه كده، ده اكيد اخوك. خلاص ما عدتش قادر استحمل. ما هو ما حدش يستحمل كده ابدا، مفيش اي داعي انه يعذبنا. معلش انا هحاول افهمه. مش تحاول، انت لازم تفهمه انه ما يتصلش هنا تاني. الله، ما يصحش يعملنا بالطريقه دي ابدا. خلاص يا ماجده. حاضر حاضر. الو، ايوه مين؟ شاديه؟ خير يا شاديه؟ في ايه مالك؟ اوعي تقولي ان بابا جرى له حاجه لا سمح الله. طب الحمد لله طمنتيني. الله، امال مالك يا شاديه؟ في ايه؟ ايه؟ امتى؟ فين؟ يا خبر اسود، جماعات؟ طيب اقفلي، انا هتصرف. اقفلي. في ايه من شاوي؟ ما ترد عليا من شاوي، في ايه؟ سامي خدوه امن دوله. ربنا منتقم، ما امهلكش، ما لحقتش تكمل كلامك وانتقم منك وجابك هنا. انت شايف ان انا جيت هنا انتقام منك؟ من المولى عز وجل، لانك تطاولت على الاسلام. الحقيقه انا جيت هنا عشان حاولت افهمكم انكم بتسيئوا للاسلام والمسلمين، وبالشكل ده محدش هيحب الاسلام ولا المسلمين، ومش هنلاقي لنا حكايه على وجه الارض ما دمنا دعاة تخلف. استغفر لذنبك. انت ذنبي؟ استغفر الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك، اني كنت من الظالمين. ابو وجيه، حقك علي يا رحيم، حقك علي يا اخويا. شفت المنشاوي؟ سامي ضاع. برقبتي يا اخويا، برقبتي يا رحيم. ما نبقاش اخوات ومن ظهر عمران المنشاوي لو ابنك ضاع وانا موجود. اطمن خالص يا حبيبي، اطمن خالص يا رحيم. تعال تعال يا حبيبي.